ومن الأهلي للزمالك، والبرتغالي فيريرا مدرب الفريق بيعلن القائمة اللي هتخوض ماتش الترجي التونسي اللي هيتلعب بعد بكرة تلات في دوري أبطال أفريقيا. قائمة الزمالك رجع ليها المدافع محمود الونش بعد غياب، وبيغيب القائد شيكابالا وعمر جابر بسبب الإصابة. فيريرا النهارده اتكلم مع الثنائي مصطفى شلبي ومحمد اشرف رؤى لتصحيح بعض الامور الفنيه في تدريبات الزمالك، وحاول فيريرا علاج بعض المشاكل الهجوميه للفريق، خصوصا ان الزمالك مسجلش في اخر 3 ماتشات. نروح نشوف تقرير عن اراء الجماهير في مشاكل الزمالك الهجوميه ونرجع ليكم مره ثانيه. ايوه، من ساعه الزمالك ما باع امام عاشور وهو ما اصلا ما فيش صانع العاب يوصل للمهاجمين. هي المشكله اصلا مش في الجزيري ولا لما الزمالك جاب ناصر منسي ولا الكلام ده كله. امام عاشور لا، فين البديل بتاع امام عاشور؟ ما هو الزمالك ما وجدش البديل بتاع امام عاشور. هو جايب نص ملعب، قال السيسي بيوصل المهاجمين، ما فيش دونجا، ما فيش، فين نص المهاجمين؟ فين المهاجمين؟ احنا ما بناش عارفين، يعني احنا ما بناش فاهمين في ايه. احنا ما فيش يعني ما فيش اخر كام سنه ما فيش مهاجم عندنا. يعني الزمالك عنده ازمه في المهاجمين، ومش الزمالك بس، هو في مصر عموما، بس مع الزمالك بالذات بتيجي تلاقي لعيبه غريبه بتجيلنا، صفقات غريبه بتيجي ما تفهمش. يعني احنا مش فاهمين، ما حدش فينا فاهم حتى في ايه. في حد في خط نص مهم قوي الزمالك فقده الفتره الاخيره. انت امام عاشور ده كان مفتاح لعب كبير، مش بس انه يدافع ولا يباص، ده شويط. امام عاشور كان حرفيا مثلا كنت تيجي تبص دايما كل ماتش كورتين ثلاثه بين ممكن اللعيبه اللي موجوده مش لاقي تلعب في نادي الزمالك، وخاصه بعد ما امام عاشور مشي، واللي هو مثلا لعيب مثلا زي سامسون مثلا مش مستوى مثلا واقع في نادي زي نادي الزمالك. نادي الزمالك عايز يبقى اكبر من كده. امام عاشور برضه كان بيعمل كور حلوه جدا، كان بيساعد طبعا، فده هدف برضه بعد ما امام مشي. ما بيعملوش انتقالات، تمام؟ يعني الامام عاشور لما مشي ما جابوش حد مكانه، واللعيبه اللي هي مريحه ما بتجيبش ناس تقعد على الدكه. انت لو جبت ناس تقعد على الدكه هيبداوا يشدوا عشان يكسبوا مكانهم في الفريق، وحتى لو المفروض الموضوع يبدا تحت من الناشئين، انت الناشئين ضايعين خالص. حتى كاس اللي اتعمل هنا محدش سمع عنه، وخسرنا ما اعرفش من السنغال. اولا مفيش ازمه هجوميه لان في توفير مهاجمين، بس المشكله زي ما قلت لحضرتك في الاداره، لان مش موفر لهم المناخ المناسب بالنسبه للعب. وبعدين يعني في ارتباكات كتير في النادي بقاله فتره، وهي دي امكانياتهم. والمشكله كلها مش يعني المشكله اللي انا عايز اتكلم فيها مش في مشكله نادي الزمالك بس، ده مشكله مصر. مفيش مهاجم صريح في مصر دلوقتي زي اخر مهاجم كان موجود صريح، كان عماد متعب.